السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور، الله يعطيك العافية. يعافيك. طيب، بس قبل ما نبدأ بالمحاضرة، أنا نزلت لكم علامات الامتحان الأول، بعثت لكم على الإي ليرنينج إنه أي طالب بحب يشوف ورقته بيقدر يمر عندي على المكتب. أنا موجود بكرة من الساعة 10 للساعة 12، والثلاثة بنفس الوقت، والخميس بنفس الوقت. فأي حدا بحب يمر يا جماعة يشوف ورقته يراجعها، حاب يشوف وين أخطائه يقدر يمر يشوفها. الشغلة الثانية، إحنا بدنا نرجع ناخذ الغياب كالعادة، يعني لأنه إحنا حكينا من شهر رمضان شوي اختصرنا. أنا طبعا بعثت للطلاب اللي بعثوا لي خصوص عدم مقدرتهم يعملوا الكيو ار كود، فهذول الطلاب راح انادي عليهم انا بالاسم ماشي خلال المحاضرة، وناخذ الغياب بالوبا الاعتيادي، يعني لان بصراحة موضوع الغياب مهم. تمام، اذا احنا خلصنا تشابتر 3 وبدنا نبدا اليوم تشابتر 4. تشابتر 4 اللي هو بيحكي عن السيمبل لينير ريجريشن، السلايد مبين عندكم هيك. سلايد مبين عندكم؟ طيب ماشي. تشابتر 4 اللي بيحكي عن لينير ريجريشن، سيمبل لينير ريجريشن، في عندنا طبعا اكثر من اوبجيكتيف بالتشابتر هذا. فيرست اوبجيكتيف، هاو تو يوز ريجريشن اناليسيس تو بريدكت ذا فاليو اوف ا ديبندنت فاريبل بيست اون ا فاليو اوف ان اندبندنت فاريبل. راح نحكي ايش معناه البريدكشن والديبندنت والاندبندنت فاريبل بالتفصيل. تو اندرستاند ذا مينينج اوف ريجريشن كوفيشنتس اللي هم البي نوت اند بي 1. بي نوت طبعا اللي هو الانترسبت والتقاطع مع محور الصادات، والبي 1 اللي هو الميل او السلوب. To evaluate the assumptions of regression analysis and know what to do if assumptions are violated. تمام، إذا في عندنا احنا assumptions راح نشوفها، ونشوف متى بنكون احنا يعني مطابقين للأسامبشنز، متى بتصير لها فيوليشن زي ما كنا نعمل في الأنوفا وفي الهايبوثيسيس تيستينج. To make inferences about the slope and correlation coefficient. طبعا في شيء عندنا اسمه الكورليشن كوفيشنت راح نحكي عنه، ونشوف السلوب الكورليشن كوفيشنت إذا كان significant ولا non significant. كل هذا راح نحكي عنه بالتفصيل إن شاء الله. وفاينالي تو استيميت مين فاليوز اوف اند بريدكت individual فاليوز. تمام، اللي هي هاي الانترفال. طيب، في عندنا احنا بنستخدم بالاحصاء تو تيرمينولوجي، كورليشن فيرسس ريجريشن. ايش الفرق بين الكورليشن والريجريشن يا جماعه؟ هلا السكاتر بلوت كان بي يوز تو شو ذا ريليشن شيب بتوين تو فاريبلز. تمام، هاي مثال على السكاتر بلوت شايفينه هون. This is a relation between weight and kilometer run per week. شايفين علاقة بين الناس اللي بيركضوا، وعلاقة هاي المسألة في يعني الدايت أو انخفاض الوزن. تمام، إذا هذا بنسميه سكاتر بلوت، وبورجي علاقة بين two variables. طيب، so scatter plot can be used to show the relationship between two variables x and y. هذا بنسميه احنا regression. تمام، ال correlation analysis is used to measure the strength of the association اللي هي linear relationship between the two variables. إذا لما احنا بنحكي على scatter plot هذا بنسميه ال correlation. إذا هذا بنسميه ال correlation عفوا مرة ثانية الريجريشن. إذا هذا الريجريشن، البروسيس هذا بنسميه الريجريشن. هلا الكوريليشن هو مدى قوة العلاقة بين الإكس والواي. تمام، مدى قوة العلاقة لما نحكي هاي كوريليشن معناته في علاقة قوية بين الإكس والواي، لما نقول لو كوريليشن معناته العلاقة ضعيفة بين الإكس والواي. So correlation is only concerned with the strength of relationship. No causal effect is implied with correlation. إذا لاحظوا الكوريليشن بعطينا
فقط رقم أو معلومة إنه العلاقة قوية أو ضعيفة بين الـ variable أو الـ probably متوسطة. تمام، إذا إحنا هون تركيزنا راح يكون على الـ regression analysis. تمام، regression analysis، والـ regression analysis اللي هو إله more than one objective. الـ objective الأول to predict the value of a dependent variable based on the value of at least one independent variable. لاحظوا احنا لما بنحكي الـ y variable نقول y يساوي function of x، يعني الـ y بنسميه dependent variable والـ x بنسميه الـ independent variable. زي هون مثلا المثال تاعنا هون الـ y بالنسبة لنا اللي هو الـ weight بنسميه dependent variable، والـ x اللي هو الـ kilometers run per week، يعني عدد الكيلومترات اللي بركضها الشخص هذا في الأسبوع، علاقة هذا بانخفاض وزنه أو بالمحافظة على وزنه. نلاحظ هاي العلاقة which is based on the relationship between two variables dependent and independent. And it explains the objective الثاني أو ال use الثاني explain the impact of changes in an independent variable on the dependent variable. لاحظوا هون كمان احنا الميل هذا الخط يمثل هذا اللي هو الريجريشن لاين. طبعا كل ما كان الميل اعلى كل ما كانت العلاقه اقوى. طبعا هون علاقه عكسيه زي ما انتم شايفين، كل ما زاد المسافه اللي بركضها الشخص كل ما قل وزنه، كل ما قل وزنه. اذا هاي العلاقه هي علاقه فعليا علاقه عكسيه. إذا الـ dependent variable the variable we wish to predict or explain اللي هو الـ weight بحالتنا هون، والـ independent variable the variable used to predict or explain the independent variable the dependent variable. طيب إذا الآن نأخذ مرة ثانية الـ scatter plot. هذا المثال عندنا هون scatter plot which is the relation between two variables. طبعا الـ variables بدهم يكونوا scale variables. إيش معنى scale variables؟ احنا عرفنا الـ variables بأنه ممكن يكون scale و non-scale. فالـ variable هو قيمة، يعني scale variable معناته بأخذ قيم مختلفة. لاحظوا هون الوزن ماخذ قيم من 82 ل 90 ل 91 تقريبا كيلوغرام، والـ x نفس الشيء ماخذ قيم مختلفة، هذا بنسميه scale variable. Explore the way the two co-vary. Co-vary يعني correlate، يعني شو العلاقة بين الـ y والـ x اللي هو الـ weight بحالتنا هون والكيلومترز. Is it positive or negative؟ لما نقول positive معناته كل ما زاد الويت، كل ما زاد عفوا الكيلومترات بزيد الويت، هذا بنسميه positive. حالتنا هون negative لأنه كل ما زاد الكيلومترات اللي بركضها الشخص بقل الوزن، بالتالي هاي بنسميها negative relationship. هلا linear لما تكون علاقة خطية زي ما انتم شايفين هون بيقدر يمثل العلاقة هاي بخط مستقيم، هاي بنسميها علاقة خطية. هلا إذا ما كان خط مستقيم بده يكون نون لينير، أي شيء غير الخط المستقيم اللي هو بده يكون على شكل كيرف أو أي شكل ثاني، هذا بكون عبارة عن علاقة غير خطية. هلا ممكن يكون في عندنا إيش اسمه الأوتلاير، زي هاي النقطة مثلا. لاحظوا النقطة هاي جاي بتغرد خارج السرب، يعني هاي نقطة غريبة نوعا ما، ماشي مش تابع على الترند اللي عندنا هون. لاحظوا النقاط هاي كلها جاية حوالين الخط هذا، النقطة هاي بنسميها اوتلاير. الاوتلاير اللي هو النقطة الشاذة، النقطة الشاذة او الانيوجوال بوينت، وهاي عادة we need to check and see، يعني نشوف نتأكد هل هي اوتلاير لأنه خطأ بالقياس، هل هي اوتلاير لأنه في عندنا مثلا بارامتر بيأثر على الويت غير الرن per week and so on. وبالتالي we need to investigate any outlier. هاي دائما لها special treatment. طيب هلا ال statistic اللي بنستخدمه in order to يعني explain the relationship between y and x. حالتنا هون ال weight اللي هو y وال x اللي هو الكيلومتر جرام per week، بنسميه ال r او ال correlation coefficient. كل ما كان ال correlation coefficient اقرب للواحد كل ما كان العلاقة أقوى، وزي ما راح نشوف. So في الـ correlation coefficient R اللي هو بسموه بالعربي معامل ارتباط بيرسون measures strength of a relationship between two continuous variables. ولاحظوا هنا تنوع العلاقات، في عندنا علاقة قوية هي positive لأنه لما بزيد X
زد مع واي تمام، وهون مثلا هاي بوينت 9 يعني الار هون بوينت 9. هلا لاحظوا هون الحالة الثانية نقاط سكاترد، واضح ما في اي رابط بينات، فالار معطينا اياه بوينت 01 قريب جدا على الصفر، فهون بقدر اقول انه ما في ريليشن شيب، وممكن تكون ريليشن شيب قوية لكن عكسية بالنيجاتيف، ماشي، بنسميها سترونج نيجاتيف لينير ريليشن شيب، لانه كل ما زاد اكس واي ايش بصير له؟ بقل، فبنعطيها ار بالماينس 1. هلا اذا بناء على هذا الكلام بدنا نحدد، يكون في عندنا طريقة نحدد ايش هو السترونج كورليشن، ايش هو الويك كورليشن، وايش هو المودريت، ايش الفيري سترونج. فحطوا ستاندرد، يعني هذا ستاندرد حطوه الاحصائيين بناء على دراسات، حكوا انه اذا الكورليشن كوفيشنت بتوين ماينس 0.3 اند 0.3 بعتبره ويك كورليشن، يعني يوجد علاقة بين الديبندنت والاندبندنت فاريبل لكن العلاقة ويك، ويك ضعيف يعني. الآن إذا كانت الكورليشن كوفيشنت بين الماينس 0.5 تو ماينس 0.3 أو 0.3 تو 0.5، طبعا حسب إذا كان بوزيتيف أو نيجاتيف كورليشن، بتكون العلاقة متوسطة، علاقة متوسطة مودريت. الآن بين الماينس 0.5 والماينس 0.9 أو ال 0.5 أند 0.9، هاي بستخدم بس بعتبرها strong relationship. لأن إذا كان بين الماينس 0.9 والواحد اللي هي البيرفكت، أو ال 0.9 والواحد، بعتبرها very strong relationship، very strong relationship. إذا هذا التقسيم. هلا قلنا regression models could be linear زي هاي الحالة، هون عندنا this is a linear relationship، واضح العلاقة خطية أو وصفة خطية، وهاي linear لكن هاي negative linear، هاي positive linear، أو ممكن تكون curvy linear. curvy linear اللي هي علاقة غير خطية منحنى، يعني كيرف منحنى، فهاي مثلا هون زي هذا الاقتران التربيعي، أو مثلا زي الاقتران الأسي أو اللوغاريتم، بكون بتطالع بالطريقة هاي تمام، فبسميها كيرف لينير ريليشن شيب أو نون لينير ريليشن شيب. طيب هلا ريليشن شيب could be also classified as strong or weak، هاي تعتبر strong positive correlation، strong negative correlation، هاي تعتبر weak positive correlation، هاي تعتبر weak negative correlation. طبعا كيف عرفنا انها weak؟ لانه في spread او تباعد بين الداتا بوينتس. ممكن كمان ما يكون في عندنا علاقة، لاحظوا هنا يعني الميل للخط هذا صفر بطلع، لانه ما في واضح علاقة بين اكس واي، يعني تغير اكس ما تغير بواي، وهون نفس الشيء بالرغم من انهم متقاربات ولكن العلاقه فعليا غير موجوده بينهم. طيب اذا الريجريشن احنا بندرس فيه فعليا قديش فاريبل معين قوه ارتباطه بفاريبل ثاني، تمام، هذا بنسميه الريجريشن اناليسيس، اسوسيشن بين تو فاريبلز. Regression is useful when we want to look for significant relationship between two variables or to predict a value of one variable for a given value of the other. نلاحظ ان البريدكشن هي عملية التنبؤ. فمعنى ايش تنبؤ؟ انه انا في داتا معينة ما قستها، ما بعرف قديش قيمة واي، بس بقدر عن طريق الريجريشن اتنبأ فيها، عن طريق الريجريشن موديل اتنبأ فيها. وهي كثير تستخدم للمستقبل، بدهم مثلا يتنبأ بأسعار المواد مثل البترول، أسعار مواد معينة، كيف السوق المالي بيرتفع وبنقص، هاي بيعتمدوا فيها كثير على الريجريشن تولز. It involves estimating the line of best fit through the data which minimizes the sum of squared residuals. نلاحظوا هذا الكلام معناه إنه عملية الريجريشن كيف بتصير رياضيا؟ بتصير عبارة عن estimation، حساب the line of best fit through the data. لاحظوا هنا مثلا لو اخذنا الخط هذا، لاحظوا هذا الخط هو ال line of best fit، لانه تقريبا نص النقاط جاي فوقه تحته ونص النقاط جاي فوقه، هذا بنسميه ال best fit، هاي معنى ال best fit through the data which minimizes the sum of squared residual. هلا ال residual هو الفرق بين ال actual value اللي قسناها وال predicted value اللي من الموديل، من الريجريشن موديل، هذا نسميها ريزيديوال. اذا هي فعليا تمثل الايرور او الفرق بين الاكشوال فاليو والبريدكتد فاليو، تمام. فاحنا في فكره الريجريشن انه نلاقي الخط اللي بيعطينا اقل
سكويرد ريزيجوالز. طبعا ليش سكويرد ريزيجوالز؟ يعني ليش الريزيجوالز احنا اللي هي الفرق بين يعني الاكتوال والبريدكتد، ليش بنربحها؟ لانه بتعرفوا احنا زي ما احنا شايفين بالخط هذا اللي هون، مثلا هون الخط هذا، لاحظوا في نقاط فوق الخط، في نقاط تحتيه، ماشي، في نقاط فوقيه، في نقاط تحتيه. طيب الان لو بدي اجمع اللي فوقيه مع اللي تحتيه، راح يطلع المجموع قديش؟ صفر او قريب على الصفر، لانه زي ما بحكوها السالب بكل الموجب. فبالتالي مشان اضمن انه ما يصير الاشي هذا عندي، بربع الريزيجوالز مشان كله يطلع موجب واقدر اجمعه، انا اعرف الدفع. تمام، من هون اجى السمبل لينير ريجريشن موديل، طبعا اللي هو 1 اندبندنت فاريبل واي، 1 واي اند 1 اكس. تمام، 1 اندبندنت فاريبل اللي هو الاكس، عفوا 1 ديبندنت فاريبل اللي هو الواي. سو ريليشن شيب بتوين اكس اند واي از ديسكرايبد باي ا لينير فانكشن، تشينج ان واي ار اسوم تو بي ريليتد تو تشينجز ان اكس. طيب على السمبل لينير ريجريشن موديل بنعبر عنه بالنموذج الرياضي المكتوب هون، y i يساوي بيتا نوت بلس بيتا 1 اكس اي بلس اي اي. ايش ال y i؟ ال y i اللي هي المشاهده لل dependent variable. تمام، الان البيتا نوت اللي هي الانترسبت بس للبوبيوليشن. دائما البوبيوليشن يا جماعه اتفقنا بنستخدم الحروف اللاتينيه، يعني لما كنا نستخدم الستاندرد ديفيشن كنا نستخدم سيجما بدل اس، للبوبيوليشن كنا نستخدم سيجما للستاندرد ديفيشن، هل للسامبل نستخدم اس، لما كنا نستخدم للمين البوبيوليشن كنا نستخدم الميو، بالنسبه للسامبل بنستخدم الاكس بار. تمام، فدائما اللاتين ويرد او اللاتين سيمبلز بترمز للبوبيوليشن، لا البوبيوليشن. واحنا طبعا البوبيوليشن هو الالتيميت جول بالنسبه لنا، واي سامبل هي استيميت تقريبي للبوبيوليشن. هلا البيتا 1 اللي هي تمثل population slope coefficient اللي هو الميل يعني البيتا نوت اللي هو تقاطع مع محور الصادات، هذا بنسميه الانترسبت، والبيتا 1 اللي هي الميل طبعا، والاكس اي تمثل الاندبندنت variable، اندبندنت variable اللي هو قيمة الاكس، والاي اي تمثل random error curve، لانه طبعا زي ما انتم شايفين هون بالرسمة عندنا احنا دائما في ايرور بين الـ actual value أو الـ predicted value هاي والـ actual value اللي هي النقاط المختلفة، هذا اللي بنسميه الـ error term. ماشي، وهذا الـ error term طبعا random، وبالتالي ما بقدر أحذر عليه، ما بقدر أقيمه لأنه random، اسمه random. إذا هذا يمثل الـ regression model. ولاحظوا الـ regression model إحنا بنقسمه لقسمين رئيسيات، القسم الأول اللي هو الـ linear component، هي معادلة خطية y يساوي انترسبت بلس سلوب مضروب في اكس، والجزء الثاني اللي هو will account for the random error component. تمام، طبعا هذا الخط الريجريشن لاين السلوب، لاحظوا كيف احنا بنحسب السلوب دلتا واي على دلتا اكس. تمام، وهاي المسافة بين الخط اللي هو يمثل البريديكتد فاليو والنقاط هاي اللي هي الاكتوال فاليو، هذا بيعطينا الريزيجوالز، بيعطينا ايش الريزيجوالز اللي هي الاي اي. طيب هلا احنا مشان نحسب الريجريشن موديل للسامبل راح نستخدم موديل ابسط، يعني هذا الموديل اللي عندنا هون هو صحيح بحسب لنا الريجريشن هون، بس لاحظوا هذول البيتا نوت والبيتا 1 والاي اي هاي قيم غير متوفره عندي، لانه انا ما بحكي عن بوبيوليشن. بالريجريشن انا نفس الشيء باخذ عينه، فالعينه بدها تكون ممثله للبوبيوليشن، لكن ما بسميهم بيتا نوت، بسميهم بي نوت، والبي 1 طبعا اللي هي تمثل قيمه السلوب مضروبه في الاكس، ولانه انا باخذ البريدكتد فاليو انا اذا على الخط هذا، انا فعليا انا على الخط هذا، سوري انا على الخط هذا، ماشي، فالخط هذا طبعا ما في ايرور، عشان هيك الايرور تيرم هون مثل بين صفر بكون. تمام، اذا هذا الموديل اللي انا راح استخدم. طبعا هاي الهات هاي شايفينها، هاي اسمها هات، هات معناه بريدكتد فاليو او استيميتد فاليو.
شو الفرق بين البريدكتد فاليو والاكتوال فاليو؟ الاكتوال فاليو بتيجي بدون هات، هاي الاكتوال فاليو ماشي، والبريدكتد فاليو بتيجي مع هات. طيب اذا الان لاحظوا في عندي مهمه هون بدي اعملها، اني احسب قيم البيتا نوت والبيتا 1 اللي بتعمل لي مينيمايزيشن فانكشن للفرق بين الاكتوال فاليو اللي هي المجرد فاليو واي اي والبريدكتد فاليو اللي هي من الموديل، هاي تسمى الواي هات. الواي هات هاي الطريقه بنسميها الليست سكوير ميثود. ليست سكوير ميثود طبعا ليست سكوير لانه اقل، يعني هون احنا بنعمل مينيمايزيشن. لاحظوا الفانكشن هو واي اي ماينس واي اي هات، يعني القيمه المقاسه ناقص القيمه البريدكتد اللي هي اللي احنا بنقيمها من الموديل. طبعا هاي واي اي هون بس معوض قيمه بيتا بي نوت زائد بي 1 اكس اي اللي هي قيمه الواي اي هات، لان اخذنا الفرق بيناتهم ربعناه جمعنا الفرق هذا بعدين عملنا له مينيمايزيشن. عملنا له ايش؟ مينيمايزيشن لاي فانكشن. طبعا انا بدي اجد القيم القصوى او الدنيا بروح بعمل مينيمايزيشن، تمام، اللي بعطينا القيم القصوى اللي بتحقق المينيمايزيشن فانكشن، فهذا بنسميه ليست سكوير ميثود. طبعا ليست سكوير ميثود من اسمه ليست سكويرز، ليست سكويرز اقل فروق مربعات، ليست سكويرز هاي معناها، وبالتالي هذا بكون احسن موديل، تمام. هاي الطريقه طبعا احنا نستخدمها يعني فيري كومن ليست سكوير. في عندنا اذر ميثودز نحسب، يعني طبعا احنا الاوبجيكتيف هنا بدنا نحسب بيتا نوت وبيتا 1 بيتا بي نوت اف 1 وبي 1، هاي الاوبجيكتيف من الليست سكوير ميثود او الريجريشن موديل، بدنا نحسب بي نوت وبي 1. So B naught and B1 are obtained by finding the values that minimize the sum of the square differences between y and y hat. هاي ال y hat يا جماعة. إذا احنا هون بنعمل minimization للفرق بين y اللي هي measured value أو ال actual value وال y i hat اللي هي ال predicted value. طبعا هذا الميثود بيكون iterative. iterative يعني لو بدنا نروح على الكمبيوتر ونطلب منه يطلع لنا الريجريشن موديل، بدنا نعطيه قيم ابتدائية، قيم ابتدائية لبيتا نوت أو بي نوت وبي 1 اللي يبدأ منها، بعدين هو راح يصير يزيد وينقص حسب المينيمايزيشن فانكشن يصل للأوبتيمال سوليوشن، الحل الأمثل. هاي عملية بتكون إيتريتيف بمعنى أنها بتتكرر، بتظلها تتكرر عدة مرات تنوصل لأفضل حل، وأفضل حل يمثله القيم المثلى الايديال او الاوبتيمال فاليوز فور بي نوت اند بي 1 اللي بتعطينا اقل ديفرنسز. هاي فكره الليست سكوير ميثود. طبعا انا الليست سكويرز ميثود زي الانوفا طويل وبخذ يعني جهد ووقت، ولكن راح نحاول اتليست نفهم كيف البروسيس بصير مع حسابات بسيطه نعلمكم التكنيك، بعدين راح نعتمد على البرمجيات تعطينا القيم هاي البي نوت والبي 1. طبعا الشابتر الجاي اللي احنا بنحكي فيه شابتر 5 اللي هو بيحكي عن المالتيبل لينير ريجريشن بتصير العملية ماتش مور كومبليكيتد، لانه انا بدل ما اطلع بي نوت وبي 1 بطلع بي نوت وبي 1 وبي 2 وبي 3 الى اخره حسب عدد الفاريبلز اللي عندنا، ماشي. فبدنا طريقة كمبيوترايزد ان اوردر تو جيت الفاليوز اوف بي نوت اند بي 1 اللي بتعمل لنا الاوبتيمال سوليوشن للمعادلة هاي، تمام. هلا فورتشنتلي كل برامج الإحصائية بتعمل الشغل هذا لحالها، تمام، يعني حتى أنا ما بحتاج أدخل قيم لبي نوت وبي 1، بتعملنا هي بتعمل initial guess عن طريق methods of linearization، ماشي. بعدين بيستخدموا هاي القيم بحاولوا يبحثوا، يعني البرمجيات هاي أو الخوارزميات هاي بتبحث عن الـ optimal solution اللي هو بعطينا أقل difference بين الـ yi والـ yi hat، تمام، وبنفس الوقت بحسب لنا قيم بي نوت وبي 1 as output زي ما راح نشوف طبعا بالإكسل وبغيره. طيب B naught is the estimated mean value of Y when the value of X is zero، تمام، من النهاية اللي هي الانترسبت واضحة. وال B1 is the estimated change of mean of Y as a result of one unit increase in X اللي هي هاي تمثل السلوب الميل، تمام. لاحظوا هذا احنا سمينا الميثود اوف ليست سكويرز ترو ريليشن شيب بتوين واي اند اكس از ا ستريت لاين.
assumes and pairs of observations. يعني لازم لكل قيمة y يكون في x estimates of beta naught and beta 1 result in a line that is best fit the data. Best fit معناته أفضل خط، يعني أفضل خط، لاحظوا هذا أفضل خط، معناته النقاط المسافات هاي مجموع المسافات هاي يساوي مجموع المسافات هاي، يعني المسافات مجموعها اللي تحتي الخط تساوي المسافات اللي تحت الخط، هذا بنسميه method of least squares. method of least squares. طيب هلا طبعا هذا رياضيا مش ستريت فورورد، يعني مثلا نكون دقيقين، احنا نحكي عن اقتران خطي بس تربيعي، وبالتالي انا بدي اعطيه رمز واعمل له اشتقاق مشان اطلع قيم البي نوت والبيتا 1 assuming an observation of the sample sum of the squares of the deviation of the observations from the true regression line اللي هو نسميه L يساوي summation of error square واللي هو يساوي ال yi minus، قلنا هي القيمة تمثل ال predicted value. الآن مثلا أطلع البيتا نوت والبيتا 1، بدي أخذ البارشل derivative بالنسبة، طبعا إحنا بناخذ البارشل derivative للاقتران هذا بالنسبة لبيتا نوت مرة ومرة بالنسبة لبي بيتا 1، كانوا هذول الفاريبلز اللي أنا بدي ألعب فيهم مشان أقدر أطلع الأوبتيمال سوليوشن. فهاي اشتقينا ال L بالنسبة لبيتا نوت، طلع عندنا هذا الاقتران، طبعا سوينا بالصفر لأنه إحنا بدنا نطلع أصفار الاقتران، وهون بالنسبة لبيتا 1 اشتقينا بالنسبة لبيتا 1 وسوينا بالصفر لأنه بدنا نطلع أصفار الاقتران. طبعا مش مطلوب من كل الاشتقاق، بس أنا حطيت لكم إياه الاشتقاق عشان تعرفوا إنه this is the way the coefficients اللي هم البيتا نوت 1 استيميت البيتا 2 البيتا نوت 1 استيميت البيتا نوت استيميت والبيتا 1 استيميت ار done this way. طبعا هذول المعادلات بدهم شوية شغل، شوي كثير يعني مش شوية شغل، بدهم شغل كثير مثلا يطلع عند المعادلتين هذول. من المعادلتين هذول بقدر اطلع قيمة البيتا نوت از فانكشن بيتا 1، وهاي المعادلة بتعطينا البيتا 1. لاحظوا المعادلات هذول شوية أطوال complicated، بس يعني this is the way it is done. طبعا بالنسبة للكمبيوتر هاي البروسيس سهل جدا، بالنسبة للنحو الجزء يكون صعب شوية. تمام، طيب الآن fitting estimate regression line، ماشي هاي الفيت فاليو، طلعنا البيتا 1 والبيتا نوت من الداتا، ماشي. الآن مثلا نبسط البروسيس، راح نعمل بيتا 1 اللي هي S6Y على S6X، وهاي ال S6Y يجمعوا هاي ال S6X، يعني هذول نحط وياهم بس فور كونفينينس، يعني ما راح نشتغل عليهم صراحة إلا مثال بس للتوضيح. بظل عندنا شيء اسمه الريزيجوال ايرور. الريزيجوال ايرور اللي هو الفرق بين predicted value وال observed value، تمام، اي اي اللي هي واي اللي هي ال value observed minus ال value predicted، وانتبهوا انها هاي ممكن تكون الايرور يكون نيجاتيف ممكن يكون بوزيتيف، ماشي. هلا هم ما بسموه ايرور، بسموه سكيج، عفوا بسموه ريزيجوال، تمام. طيب ونحتاج كمان نحسب السيجما سكوير، تمام، اللي هو الفارينس تيرم او الايرور، ماشي. الريزيجوالز اي اي ار يوز تو اوبتين ان استيميت اوف سيجما سكوير. لاحظوا السيجما احنا ما بنقدر نحسبه للسامبل، احنا بنحسب شيء اسمه ما يقابل الاس اللي هو الستاندرد ديفيشن اللي هو نسميه الايرور، تمام. So squares of the residual often called the error sum of squares، هاي القانون تبعه sum square للايرور على 2 ماينس 2، هذا القانون شرحناه ايام ما حكينا على النوفا، نفس القانون. وبالتالي هاي الاساس هاي تعريفها واي اي ماينس واي اي هات كله تربيع، طبعا كسميشن، نقسمه على الديجريز اوف فريدم. طبعا هون الديجريز اوف فريدم ان ماينس 2 وليس ان ماينس 1، لانه لاحظوا في عندنا احنا تو بارامترز بنحكي لهم اللي هم بيتا 1 اند بيتا نوت، وبالتالي عشان هيك لانه في تو بارامترز احنا اثنين من التوتال اوبزرفيشنز، تمام. وبالتالي الايرور هو فعليا يمثل هاي المعادله توتال ماينس بيتا 1 اس اكس واي، والاس اكس واي عرفناها، تمام، والتوتال سم سكوير اللي هو واي اي هات ماينس واي بار اللي يمثل الجراند مين. طيب هلا احنا في عندنا مثال، بدي احكي عن المثال، بس قبل المثال بدي اخذ الغياب بعد اذنكم، بدي اخذ الغياب عن طريق ال كيو ار كود، وراح انادي على اسماء الطلاب اللي هم
يعني حكوني، هي عندي قائمة، أنا راح أنادي على أسماء الطلاب اللي ما بيقدروا ياخذوا الاي كيو ار كود. ماشي يا جماعة، فبدي هلا أعمل لكم شير للكيو ار كود. مجانا يا جماعة، اللي بيقدروا ياخذوا الكيو ار كود ياخذوه، اللي ما بيقدروا انا هلا راح انادي على اسمائهم واحد واحد، هاي عندي قائمة فيهم. ارجو تبلشوا اخذ الحضور يا جماعة اذا سمحتوا، والان انا راح انادي على اسماء الطلاب. دكتور ما في كيو ار كود مبين. يلا يلا خليني اعملكم شير لحظة واحدة بس، هلا بين صح؟ هيك بين. طيب يلا تفضلوا، اللي بيقدروا ياخذوا الكيو ار كود يبلشوا ياخذوا. خليني انادي على الاسماء اللي ما بيقدروا. عندي براءة غنايم موجودة، براءة غنايم موجودة، هاي بدي اسجلها غايب اليوم 14. موجودة دكتور، موجودة. طب احكي يا براءة احكي. ما كان طيب راضي يفتح المايك. طيب ماشي. في عندي تسنيم زكريا، تسنيم زكريا، تسنيم موجودة، أنا سجلتك غايبة يا تسنيم. إكرام عبد الكافي موجودة، نعم موجود دكتور. ممتاز. عندي لين وجدي، موجود لين دكتور. موجود، لين عبد الرزاق محمد نعم موجود دكتور. موجود، عبد الرزاق. فرح المهيرات، فرح موجودة موجودة طيب. رهف أحمد، موجودة دكتور. طيب ماشي يا جماعة، هاي اللي بعثوا لي أسمائهم إنهم ما بيقدروا ياخذوا الكيو آر كود، سجلتهم عندي. رجاء أي حدا لا زال عنده مشكلة بالكيو آر كود يبعث لي دكتور علي. تفضلي. أنا ما عندي مشكلة فيه، مش عارفة آخذ، لأني وليش ما كنت وديتيني؟ ما احنا شو حكينا احنا؟ يعني انت ما راح؟ يعني هاي اليوم ولا دائما؟ لا بس كل أحد، لأنه بيكون عندي لاب متأخر. طيب ماشي يا يعطيك مرحبا. العافية دكتور. دقيقة خليك معي شوي، خليك معي، خليني أحط على اسمك يا مرحبا. دقيقة شوي دكتور وأنا نفس الوضع علي. إذا طول بالك بس علي، دكتور طول بالك طول في بالك. شاشة مغطي على الكيو آر. شاشة مغطي على الكيو ار هسه بثينه، ولا يهمك هاي الشاشة. مرح إبراهيم مش هيك؟ ايه مرح جمال. مرح جمال. بدور على اسم كويس. طب ابعثي لي ايميل يا مرح، والله مش قادر الاقي اسمك بالقائمة هاي اللي عندي، ما بعرف وين المشكلة في القائمة. ماشي ابعثي لي ايميل وتأكد انك تمام مسجلة. هلا. خلص تمام. مين كمان؟ عفوا مين حكى معي كمان؟ علي الدكتور بس. علي محمد. علي ايوه محمد. طيب يا علي،
ماشي خلاص تصير تاخذه. انادي على الاسم مش هيك؟ وأنا دكتور بس معتصم اليوم بس. شكرا. معتصم اليوم بس؟ اليوم بس دكتور، دكتور وانا وأنا على كمان. طول كمان. طولوا بالكم علي، واحد واحد طولوا بالكم علي، بس بعد اذنكم، لانه انا عندي القائمة وبدور على الاسم مشان اسجله. دكتور بنقدر نغادر اللي أخذنا حضور ولا نضل؟ لسه المحاضرة ما خلصت، احنا محاضرتنا 50 دقيقة ترى، يعني بالمناسبة بنكمل، بس احنا حبينا مشان نحل مشكلة الحضور. طيب ماشي. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. مين كمان؟ أنا أنا لانا دكتور عبد عطل. الله. يا جماعة بس بعد إذنكم، كل واحد بده يعني اسمه يتسجل على أساس أنادي عليه يبعث لي إيميل يثبت. يعني احنا اليوم ماشي بنمشيها اوكي، بس لازم تبعثوا لي ايميل. انا زملائكم اللي حكيت اسمائهم كانوا باعثين لي ايميل. ماشي. لا انا ايش عفوا، لا نعت الله. لا انا اطلع، لانه في الاسماء متكررة عندي، انا اسماءكم متكررة. ف طيب ماشي. انا على طول ولا بس اليوم؟ أنا كل أحد برضه بيكون في عندي لاب متأخر. طيب خلاص، هو لما تكون ماشي الكيو ار كود ما في مشكلة. ماشي. طيب مين كمان؟ دكتور أنا أنا بس دكتور. اليوم. عبد الله. ومين كمان؟ عبد الله الكيلاني. هبة سامي كمان.